يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تتعاطى علاجا للحمل عبارة عن أعشاب، فجاءتها العادة 8 أيام ثم طهرت 4 أيام ثم عاودها الدم مرة أخرى وقالت إنه شبيه بدم العادة تماما، فهل يمكن للمرأة أن تحيض في الشهر مرتين؟ وماذا تفعل هذه المرأة؟ نعم، هذه هي اللي سببت على نفسها، عجلت الحيض على نفسها، فهي تعتبره حيضا، تعتبره حيضا ولو كان ما بينهما إلا 4 أيام، هي اللي سببت تقديم العادة عليها. نعم.